جدي كان بهالبلاد شي شلون، وبيي واني شي شلون، اني صار عمري 70 سنة شي شلون، وهي الارض كلها مترتها من ورا بيي شي شلون، وهي ارض لنا ملك لنا شي شلون. ولما زرعنا تفاح بسنة 80 زرعت الارض هذه تفاح. ما بتعرف مي هوني ما فيش عنا بارض صحيحة نحن، وظلت منصوبي لها السنة هذه. التفاح ما يعني ما مش ما عادش له اسعار وما عادش له كذا، خطر على بالنا شي شلون نقلع التفاح ونصلح الارض من اول وبجديد ونزرعها كرز. بشهر 10 قلعنا التفاح شي شلون، اجوا الاولاد قصوا التفاح وطلعنا باكر وجاو وسوينا الارض، جلسنا الارض كل ما منها شايف كيف. ما حدا اجى سألنا ولا حدا قال شو عم تشتغلوا ولا حدا تعرضنا يعني على شيء، لانه ارض لنا كل العالم بتعرف، مش بس يعني بكل المنطقة تبعنا بيعرفوا هاي الارض انه الي. صبروا علينا بعد ما نصبنا الارض شو شلون، صرنا شهرين طلبني البوليس على حط على قصرين، واخذ مني تحكي سألني انه انت بصلح الارض؟ قلت له طبعا ارض لي واني صلحتي واني نصبت شي شلون. قال لي شي شلون اذا ما شلتش النصب بيطلعوا اوايل وبيجرفوا الارض كل ما منها شي شلون وبيدفعوك اجر الاوايل كمان. قلنا لا نطلع من قلع النصب، فهاللي صار معنا شي شلون. هي الشقفة الثانية النا شي شلون كمان الي يعني، فيها تقريبا شي 100 نصبة منصوبي شايف شلون، صارت 3 أشهر منصوبي. قبل يومين عم يقول لي البوليس بدهم يقلعوا النصبين. قلنا له نحن ما عادش بدنا نقلع، بده يقلع الجيش خليه يقلع. هون نفس الشيء كمان، حطينا 140 نصبة تفاح شايف شلون، وإجا الجيش قال بدك تقلعها. القسم الفوقاني مزروع كرز، وبعد الكرز واقف شايف شلون، وخلونا حكموا علينا الجيش انه نقلع النصب جديد نقلع. ورجعنا قلعنا يعني لا حول ولا، شو بدنا نعمل؟ اللي صار معنا. الارض هي كلها كان بي وجدودنا قبل يزرعوها قمح وشعير وباقي كانوا ياكلوا ويشربوا منها. وهسه بسنة الثمانينات زرعوها تفاح، والتفاح كبر وما عادش يجيب نتيجة، قرروا يغيروا التفاح. بس قلعوا التفاح قالوا لنا يا عمي نحن هي الارض بنستخدمها بحجة امن الدولة، وحاو بدهم يحطوا ايدهم على الارض بالقوة، وهسه مش عارفين شو بدنا نسوي. شايف هون كلها النصبة اللي قايم هون هيك كله بعدها شايف، بس القسمة عشان هو حطينا فيها نصب جديد بدهم نقلعها كلها، بدناش نصب جديد. قال نصب العتيقة خليها فيش عنده مشكلة فيها، بس نصب جديد بدوش نصب جديد، ومش عارفين شو بدنا نسوي.